السلام عليكم كاملين، مرحبا بكم. اسمتي ترزا، انا امريكانيه من كاليفورنيا ودابا كنعيش في المغرب وكيل 4 سنين مع راجلي لقمان. السلام عليكم، انا سميتي لقمان من فاس، انا راجل تيريزا. الماكلة عزيزة ليا في المغرب، بزاف ديال الماكلة، كل ماكلة عزيزة ليا. العدس عزيزة ليا، تاجين كفتة عزيزة ليا، تاجين دجاج بالحمد مسيار، كل شيء زعلوك، تكتوكا، كل تاجين حريرة، بسارة، سردين، عرفتيو كل شيء زوينين بزاف بنين. الزواج ديالنا كان زواج مغربي كما في المغرب، كانت بتكاش تكشيطة الفاسية وتكشيطات واحد اخرين. احنا كنا تزوجنا في غيابات ديال كورونا، كان الناس قلال، وليني انا وتيريزا كنا فرحانين، كانوا الناس اللي بغاو يفرحوا معنا كانوا تاهما في جنبنا. فرحان بزاف بانني تزوجت هنا في المغرب، حتى هي عرفت الثقافة ديالي كيداير. مشيت بزاف ديال المدن في المغرب، مراكش، ابن هادو، ورز، زارقور، تنخير، قلميم، تاتا، سيدي يفني، سيدي كاوكي، رباط، كاسابلانكا، سلا، تانجا، تتوان، اسيلا، فاس، شفشا، وزيد. كنظن بان الزواج هو الحب، ماشي مشكل مغربيه ولا امريكانيه ولا شينويه ولا من ما كانت. المهم هو التفاهم، يكون التفاهم والاحترام، هذه اهم حاجه. ما كانش عندي في بالي باننا نتزوج امريكانيه، وما كانش عندي في بالي باننا نتزوج مغربيه. انا فرحانه بزاف هنايا، كاين الماكله الطريه، كاين ناس ظريفين بزاف، السوارة زوينة بزاف، مرتاحة، أنا فرحانة بزاف. مرحبا بكم كاملين عندنا في قناة ديالنا.